نصيحة المثمر، ناخذ العبرة من الخبرة. احنا الان كنتواجدوا في احد الضيعات الفلاحيه لاشجار الخوخ في جماعه عين شكاك. اذا موضوع ديالنا اليوم هو موضوع تقليم الخضار او تقليم الاغصان في حاله يعني خضراء، يعني اهميه هذه العمليه هذه اللي كتكون في الوقت ديال النضج ديال الثمار، هي ان تخلي واحد التهويه في الشجره من اجل ان باش يوصلوا اشعه الشمس بواحد الطريقه كافيه للشجره كامله. وهذا الشيء هذا عنده دور في التركيب الضوئي وفي الطاقه الشمسيه اللي كتصوبها الشجره، وحتى في يعني الجوده ديال التلوين ديال الثمار. يعني كما كتعرفوا ان اي تلوين راه عنده علاقه مباشره بالاضاءه، وباش تكون عندنا واحد الاضاءه مزيانه خاصنا نخففوا من الشجر، ما نخليوهاش يعني بواحد الكثافه ديال الاغصان اللي كثيره، باش اننا نحصلوا على جوده الثمار عاليه. اذا هادشي هذا كيخلينا حتى اننا نقتصدوا على مستوى يعني التقليم او الزبره اللي كيكون في فصل الشتاء، بحيث ان الشجره كتكون مخففه وما كتكونش يعني كتطلب واحد العناء كبير في داك الزبره ديال فصل الشتاء. هذا من ناحيه اخرى كيخلينا اننا حتى نقتصدوا في المواد المعدنيه اللي كتكون كتستهلكها الشجره في هذه الوقيته، بحيث انها كتكون يعني ما كتبقاش كتطلب واحد الكميه كبيره ديال هذه المواد المعدنيه من اجل سد الحاجيات ديالها الغذائيه. وشكرا.